بكم على برودوي فوريفر. اليوم غادي نقدم لكم الالوي هيت لوشن والالوي ام اس ام جيل. هاد بجوج تيمشيو بعضياتهم لانهم تيعاونونا بزاف في المفاصل وفي التشنجات العضليه اللي تتجينا. غادي نتكلم لكم على الالوي هيت لوشن. الاول فيه زيوت ديال المشمش ديال السمسم بزاف ديال الزيوت الاساسيه اللي تقوم لنا هذاك الاحساس بالدفء في العضلات ديالنا من بعد التشنجات العضليه. كنت قدمت لكم مع مروضه الطبيه ديالي سعاد الهاشمي. فاش ندير مساج تنديرو دائما بلانوي هيت لوشن، احساس جميل تيجيك من بعد وفريمون تيرخي العضلات، ما تبقاش متشنجه ودوك لي تورتيكولي يعني التشنجات اللي تيجي مورا الرياضه مورا عيا كبير. فهذا مهم جدا لك انتو تديرو لي مساج على برا، فتنصحكم دوه معاكم لانه تيضمن فعاليه ونتيجه هائله جدا جدا. هذا غادي ندير معايا دابا لانه عزيز عليا بزاف وخصوصا مورا الرياضه تينفع بزاف الرياضه ديالي. كاين هاد لاوي ام اس ام جل، هذا تصلح المفاصل حتى هو مزيان. علاش نقول لكم تيمشيو بجوج، واحد العضلات واحد المفاصل، لانه تيهدن علينا حتى هو التشنجات ديال المفاصل حتى هو تينفع بزاف كل قسكي مساج ديال الذات ديالنا. لكن هذا ما تيعنيش ان لي مساج حنا ورا بدا نديرو مع الاخصائيين، لي مساج حيت في الدار اللي حسينا يعني بوعكه في الجلو ديالنا في الكوت ديالنا في الكتف ديالنا فتينفعوا بزاف. هادو تنقول انا خصكم دائما في الدار لانهم تينفعوا في الحوادث الصغيره ديال البيت، مكونات طبيعيه، وهذا اللي تيجعلهم متميزين بالنسبه لباقي المواد اللي تتمنحهم الصيدليات.